حقيقة العلاقات الصينية الهندية في بعض الأحيان تشهد بعض التذبذب وكما نقول التغيرات ليست الحادة، ولكن يتم احتوائها بسرعة، حيث أن الدولتين دولتين كبيرتين من حيث عدد السكان ومن حيث الاقتصاد. فالاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والاقتصاد الهندي يتربع على المرتبة السادسة أو الخامسة، وفي نمو مضطرد. في آخر 10 سنوات استطاعت الهند تحقيق معدل نمو في حدود 7%، وهو معدل كبير، كما أنه متوقع أن يستمر هذا النمو في خلال 10 سنوات القادمة. والهند تحتاج إلى الاستثمارات الخارجية بشدة، وتحتاج إلى تطوير البنى التحتية، والاستثمارات الأجنبية الغربية غير كافية وغير واضحة المسار. فالغرب يتردد في الاستثمار بالهند برغم وجود بعض الاستثمارات الغربية، لكنها غير كافية للنهوض بالاقتصاد الهندي. ولذلك الهند تحتاج إلى الصين بشدة لدفع الاستثمار والاقتصاد الهندي، والهند تعلم ذلك جيدا. ومبادرة الحزام والطريق تقدم العديد من المزايا للعديد من الدول، والهند حتى الآن لم تنضم إلى هذه المبادرة بوضوح، ولكن الهند في نهاية المسار أعتقد أنها سوف تنضم. والهند كدولة آسيوية وطبعا الجارة الأكبر للصين تفهم جيدا أن التطورات العالمية والأزمات السياسية والتحديات الأمنية لابد أن تتجه إلى التعاون مع الجيران قبل الغرباء. وبرغم أن رئيس الوزراء الهندي قد زار الولايات المتحدة قريبا وعقد بعض الصفقات مع بعض الشركات هناك، لكن الهند تلعب دور رئيسي أيضا في الاستقرار الآسيوي، ولا تستطيع أن تتهدد أمنها الإقليمي بالتعاون مع أمريكا ضد مصالحها الخاصة. ومصالحها الخاصة مرتبطة بالصين وجيرانها أكثر من ارتباطها بالغرب. ولهذا فإن الهند ترأس قمة شنغهاي وقمة مجموعة الـ20، وتضع في اعتبارها في الأساس مصلحة الهند الخاصة. ومصلحة الهند الخاصة حاليا لا تتماشى مع رغبات الغرب وأمريكا، التي تريد الضغط على روسيا وتنفيذ عقوبات قاسية وقطع العلاقات مع روسيا بكل الأشكال. وهذا يضر بالاقتصاد الهندي ويضر بموقع الهند الاستراتيجي في المنطقة. ولذلك نجد الهند تتخذ موقف متوازن، ولا تتجه إلى الرغبات الأمريكية والإملاءات الغربية على الهند. ونجد الهند لا تريد أن تقطع علاقاتها بروسيا وتستمر في التعاون الاقتصادي، حيث أن الهند تستفيد من إمدادات الغاز والنفط الروسي. كما أن الهند أيضا تتمتع بمقعد عضو في منظمة شنغهاي، وهي منظمة مهمة للهند ومنظمة ذات أهمية كبرى في العالم حاليا، حيث أن منظمة شنغهاي تحتوي على أكبر عدد سكان في العالم، وهي أكبر منظمة إقليمية عالمية. كما أن مساحة الأعضاء في منظمة شنغهاي تزيد على 46 مليون 36 مليون كيلو متر مربع، وهي تشغل مساحة هائلة. كما أن الإنتاج الحاصل الإنتاج من منظمة شنغهاي الأعضاء يزيد عند 20 تريليون دولار، وهذا حجم كبير للاقتصاد. ولذلك الهند تنضم إلى هذه المنظمة وعينها على المنافع التي قد تحصل عليها من التعاون مع أعضاء المنظمة الأقوياء مثل الصين وروسيا نعم والعديد من الدول الأخرى. وفي هذه الحالة فإن الهند برئاستها لهذين الحدثين الكبيرين هذا العام تتجه إلى تحقيق أكبر عائد من هذان الاجتماعان، وتتجه إلى تحقيق التوازن ما بين نعم علاقاتها بالغرب وبين علاقاتها الإقليمية المهمة لها ولاقتصادها.